السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كبابكا من قناة كبابكا تي في. النهاردة خبر غريب عجيب مريب بالنسبة لي. طبعا لقيت لبانة على النت ممضوغة ومرمية، واحد راح جابها بتتباع بتمانية مليون جنيه ومية، يعني قول 8 مليون وربع يعني مثلا. فاللبانة بتاعت مدرب مانشستر يونايتد في 2019، واحد من المشجعين نزل خد اللبانه بعد ما رباها المدرب اسمه أليكس فيرجسون. انا ما اعرفوش اصلا مين أليكس فيرجسون ده عشان اخش مزاد علني في البلد ب 8 مليون جنيه ومندوغه ومرميه. فعادي يا صاحبي، ناس كتير في العالم معاها فلوس اغنى مننا بمراحل كتير، بيشتروا الحاجات دي عادي جدا وبيعرضوها وبيحطوها في المزادات. لبانه ممضوغه ب 8 مليون ومرميه ومن 2019. ف كفايه كده عشان الجرس بيرن، ما هو مش مين الخبر. خلص، ادينا لايك شير سبسكرايب، شغل الجرس، كل خبر جديد تعرف اول باول. سلام.